بقالك مدة ما شرفتناش يا ست رايا في المحل. ما انت شايف الحال يا سعالي، هو في حد ما بيشتكيش من الايام السودة اللي احنا فيها دي؟ منورنا. تشربوا ايه؟ اختي سكينة. منورة يا ست سكينة، نجيبوا شاي. لا معلش عشان ما نعوقوش. ما يصحش، خليها النوبة الجاية، اصلنا مستعجلين. هاتي الحاجة اللي معاك يا سكينة. انا مرضتش نروح عند شيخ الوزانين، قلت انت الخير والبركة. بس زي ما اني كنت بنقولك ايه يا سكين، ما بتأمنش لذمة حد الا لذمتك. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا ست سكينة. انما ما قلتليش يا ست ريا، الحاجة دي اشتريتيها منين؟ دي مش حاجتي، دي حاجة سكينة اختي. انا كنت شاريهم من سنجيب مرقص. مية جرام يبقى حسابهم 18 جنيه وريالين بس. دول يجيبوا اكتر من كده، كلهم مصنعية وحياتك يا ست الكل. صدق يا سعالي سيد. ها قلتوا ايه؟ هات يا اخويا الفلوس. ها من عناية يا ست ري. الراجل ده حرام. بس تمنتاشر جنيه وريالين. ما نتحرمش منك يا سعال. أنسته وشرفته. شرف مقدارك يا أخوي. ألف سلامة. مؤاخذة، هو المنيل على عينه ده لازق لنا كده ليه؟ ملناش دعوة بيه. السيخ ده حرام يا أختي. على الاقل مش هيقعد يسالنا جايبين الحاجات دي منين وفين تعالى الوزن بتاعها. وانت موافقتك كده على التمن؟ هتخلي الفار يلعب في عبده. علي عارف ومتاكد ان الصيغه دي مسروقه وعامل نفسه مصدق، وعارف ومتاكد ان انا مش خامه، بس هنوافق. طب مش هنشوفه حنطور؟ احنا هناخد القرشين نركبوا بيهم حناطير. يلا يلا يا خايبه يلا. القهوة. ما يا اختي مالهم مسروعين كده ليه؟ هو احنا ايه، هندكنوا على الفلوس ولا هناخدهم ونجوا؟ قطيعة دي بتاع الرجالة في ساعة واحدة. عملتوا ايه؟ قطعوا كام؟ ما تنطقي يا ريا. ما تصبر على رزقك يا راجل انت. الله. كام دول؟ الراجل السايخ ده حرامي، قال ايه؟ ما جابوش غير 18 جنيه وريالين. يا ابن الحرامية، اهو ده بقى مشاركنا غصب. من لئيمة، مسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. خد خد يا سكينة نصيبك انت. وانت يا رايه بعدين، هبقى هزمك بعدين. حساب تقل يا سبع البروم. سبع البروم بلادي مقلاتها بقى. يلا بينا نتجرى نقعد ونتحاسب. ما تعوقش يا عبد العال. خفيش، هنرجعهولك زي ما خدناه، مش ناقص حته. محدش يجيب سيرة عن صورة الفلوس اللي لقيناها في عبد الولية. ها انت بالذات يا عبعال، اوعى تقع في الكلام قدام سكينة. هي سيرة وغنوة؟ ما خلاص قلت الحكاية والرواية دي مرة قبل كده. اسمع يا عصب الله، شيل سكينة من فوخك. هي مش مراتك برضك اللي اخدت هدوم خضرة؟ مين فيهم اللي خدت الخلخال؟ سكينة برضو شبطت فيه. وكمان الخلخال؟ مؤاخذة يا صاحب عال، مراتك دي رزيلة قوي. ده كده هي اللي كوشت على الكوم الكبير. يا عبعال متضايق من ايه؟
قادر نصدق اللي حصل لحد دلوقتي. بقى نتحمل روح عشان دول؟ عشان دول؟